اوكي يا حلوين، صرنا المساء، بعدنا راجعين على البيت. اليوم من الصبح اجاني كذا اتصال من اصحابي، ناس بدها تجي تزورني بالبيت تسلم علي لان كلهم راجعين من الهوليديز والاجازات تبعيتهم، وناس بدها تظهر. ف قسمتهم اسمين، الناس اللي اجت زارتني الصبح، وعلى الساعة 1 تقريبا طلعنا انا وصاحبتي وابنها ونوا وانا طبعا، ورحنا على مطرح كتير حلو. قضينا وقت هونيك، حكينا كتير ولعبوا الاولاد، وبعدين اشترينا لهم ايس كريم، تمشينا ورجعنا ما قلنا زمان. يوم ما اكلت شيء ولا حتى شربت كتير منيح مي، بس حاسة جسمي هلا فعليا تعبان من قلة المي، فبدي اتذكر اخد معي مي واشرب. بصراحة محتارة كتير شو بدي اعمل للعشاء، ماني محضرة شي ولا مفكرة بشي ابدا. امبارح كان عيد ميلاد طه ابني، فطلب انه نطلع ناكل بمطعم عربي كتير بحبه، فطلعنا وتعشينا واكلات مشاوي وسلطة. ما اكلت كتير، ما كان طالع على بالي اللحم كتير، بس شبعت الحمد لله. يا حبيبين، قررت اعمل اكلة نباتية اليوم بما انه كتير اكلت لحمة هالاسبوع وطالع على بالي. اوكي، الكميات ما كانت كبيرة من اللحمة اللي اكلتها، كتير كتير جدا قليلة، بس تقريبا زهقت. ف عندي زيت زيتون بالقلاية، هلا راح زيد عود كبير من الكراث، مقطعته بهيدي الطريقة. اوكي اوكي هلا راح زيد مشروم. هلا رح زيد كوسه صفرا، هلا رح احط كمان حبتين من الثوم مقطعين، نقليهم سوا. بحط ملح، هلا حامض. اوكي، حطيت لها كمان بهارات وملح وحامض، وهلا عندي شوي من الخضار المغسولة الورقية اللي لازم استخدمها اليوم، ما بيطلعوا كتار، بيطلعوا شي مسكوب. بحطهم مع بعض، بس يستووا بتكون صار جاهزة من الأكل. حلوين، هيدا عشاي، ومين بحب يتعشى معي ويتغدى معي ويتروق معي؟ كل الوجبات اللي باخذها. جاو فرجيكم شو عم بيصير هون. اليوم الصبح طلعت، شوف ما بعرف ليش هذا اول سنة فعليا هيك بيصير. شوف ما بعرف شو عم يصير، بس شي ما بطمن ابدا. اوكي، هاي عنا وحده حمراء ومعقوله، يعني
يعني جيت لأفرح ما سمحت لي. فكنا بحكي أنا وأليكس وقررنا إني على الأغلب بكرة رح شيلهم كلهم أخضر المناح، فوتهم لجوا خليهم يستووا جوا، لأنه حرام هيك. ما بعرف ليش هيك هالسنة، مع انه اجا صيف يعني تقريبا ماشي حاله. حتى السن فلاور ما خالصة من السلاجز اكلينا. فعليا شايفين اكلينا، هذه معقولة كيف عم يتسلقوا لفوق؟ ما بعرف، السنة مش طبيعي عن جد. حتى الخيار هالسنة يعني مع انه اكلنا منه بس ما كان حلو مثل السنين التانية. هلا هو كان في تقلبات جوية كتير، ساعة برد، ساعة شوب، ساعة شتاء، كل الفصول. بس disappointing. قولوا لي حتى هيدي عم تنتزع، شو موقعها هاي؟ شوفوا حاملة كمان. شوفوا هالفج قديش كبيرة. وحتى هذا اليومين اللي مضوا كنا عم نلبس كم طويل، حسينا هيك اجا الخريف وقلنا خلص ما بقى رح يتغير الجو. رجع اليوم ومبارح دفي الجو، ما زعلانين بس فعليا هي كتير confusing للزرع، لانه ما بيعرف الزرع شو بده يعمل لشو بده يتحول. هلا انا شو مبسوط عندي هيدول، بالعادة كله بيوقع بالأرض، السنة فشت لي خلقي، هذه الشغلة الوحيدة. وطبعا التفاح كمان ما أشوف شيء، عم يوقع منه التفاح بس هذه تفاحتها طعمتها رهيبة. التفاحة ما كلها بتحمر، هيك بيكون نص أخضر نص أحمر، بس طعمتها رهيبة. هدول بشهر 9 فينا ناكل منهم، بعتقد حتى لو قطفناهم هلا ما بيكونوا سيئين، بس ممكن يحمروا بعد ليصيروا هيك. ليش ليش ليش؟ اوف، هدول قالت لي صاحبتي ممكن تاخدهم هي تساوي فيهم جيلي، هذا كراب أبو. هدول صار لازم فينا نشيلهم لأنه شوفوا عم يتفسخوا، بس هلا ما بدي شيل شي لبكرة إن شاء الله. هيدي بعد ممكن تكبر شوي بعد، هيدي بعد عم تطلع، هيدي كمان بعد عم تطلع صغيرة. اوكي بكرة بنستكشف كل شيء، لأن صراحة نسياني شو زارعة.
كيف خربان كل شيء كل شيء. بس تعرفوا إلي يومين ما طلعت هالجنينة، على القليلة هيدي مبسوطة، كل ما قطفنا منها كل ما بتنبسط أكتر. هيدي كنت زارعة فيها نعنع من البذور، ريحتها كتير حلوة. يلا نشوف هون شو صاير. هون عم يطلع ورد اكثر صراحه، ما بعرف اذا هدول بعد عندهم وقت يكبروا اكثر من هيك. هيدي ما بعرف، هالسنه مزارعه فاشله انا، يمكن لانه ما كان عندي وقت كثير اهتم فيهم اول السنه لاني كنت تعبانه. فإذا البداية غلط أثرت عليهم. أوكي بدعس على هيدي الشمامة. هيدي الشمامة حاملة ورد، شايفين قد فيها ورد؟ بس ولا شي بعد. هيدي دعست عليها قتلتها، ولا شيء ولا شيء ابدا، بس ورد عم تطلع ما بعرف لامتى ناطره. هدول بدهم شالوا تنشيف، هدول نعناع سنبلي وهدول حبق، هدول اثنين نوعين مختلفين. فكمان طيب كتير الشاي تبع الحبق وكتير كتير مفيد، بركي ما نساوي منه بكرة. اوكي رح اخد صحني وفوت لجوا لانه شوي ضجي هون. اوكي بكرة ما رح يكون في فلوج، شايلة عندي مجموعة كبيرة من رفقاتي وما رح اقدر صور ولا رح اقدر anyway انا ما بحب صور لما بكون في حدا هون. بشوفكم نهار السبت. السبت بكون رح بعتقد رح اخد يوم الكيتو سايكو، فبشوفكم على يوم الكيتو سايكل. شكرا لمتابعتكم، بشوفكم السبت في فلوج جديد.